السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كل دولة لها حدود، مصر لها حدود، أمريكا لها حدود، كندا لها حدود. في القانون الدولي لو دولة طيارتها دخلت في حدود دولة من غير إذن يحصل لها إيه؟ تتضرب بالنار. كذلك الله له حدود، الملك له حدود، تلك حدود الله. لو حد عدى حدود ربنا من غير إذن يحصل له إيه؟ يتضرب بالنار. سبحان الملك، سبحان الملك الحليم سبحانه وتعالى. اللي ماشي كشف شعره عدى حدود ربنا ولا لا؟ اللي سمع الاذان وما رضاش يصلي لغايه ما جه وقت الاذان اللي بعده عدى حدود ربنا ولا لا؟ كم مره عدينا حدود ربنا يا جماعه؟ كم حد من حدود ربنا احنا معديينها يا جماعه؟ تذكر قبل ان تعصي، تذكر قبل ان تطلق بصرك للحرام، تذكر قبل ان تمد يدك للحرام، تذكر قبل ما تعمل اي معصيه ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها. افتكر ايه؟ افتكر حاجات كتير قوي. تذكر قبل ان تعصي، انها مش لعبه، مش لعبة يا جماعة. شوفوا ربنا بيقول ايه. وكم ياما ياما، وكم قسمنا من قرية اتقطم وسطها، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة كانت تاريخ وعهد، وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا، اول ما حسوا ان الارض بدأت تتزلزل، ان السماء بدأت تتكبد بغيوم شكلها غريب، بدأ الشكل بقى غريب، الريح بقت غريبة، الجو في حاجة جاية، في حاجة، احنا في خطر. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون. كل واحد بيجري في اتجاه، كل واحد عايز ينجو، كل واحد حاسس ان في خطر وعايز يهرب باي طريقه. لا تركضوا وارجعوا، الملائكه نازله، هتروحوا فين؟ هتهربوا من قدر ربنا فين؟ لا تركضوا وارجعوا الى ما كنتم. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا. تعال انت وهو، انت هربان فين؟ انت رايح على فين؟ انت كنت بتعصي ربنا وفاكر انك انت هتلاقي مهرب او منجا من الله سبحانه وتعالى؟ سبحان. فما زالت قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. قاعدين يصرخوا، كل واحد قاعد يصرخ. المنظر اللي احنا مش شايفينه الوقت، ان الملائكه كل كاتبه من الملائكه متوليه واحد من القوم دول كلهم، ومعركه بتدور، وهو بيحاول ينجو وبيحاول يفلت منهم لغايه ما يقضوا عليه تماما. والمنظر النهائي، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا حصيدا خامدين. منظر جثث، كله اصبح جثث خامده، خامدين بعد ما كانوا نار موقده، بعد ما كانوا متوقدين بالحركه خامدين. كل حاجه انتهت. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ عايزك تركزي معايا. الايه اللي بعدها ربنا بيقول ايه؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. هي دي مصيبه الانسان، انه افتكرها لعبه. هو ده اللي ضيع دول. ربنا بيقول لنا اللي ضيع دول انهم فاكرينها لعبه، انهم افتكروا ان انا خلقتهم وخلقت الدنيا دي كلها عشان يجوا يلعبوا، مش عشان يجوا يعبدوني. يبقى انت فاكرها لعبه. تذكر قبل ان تعصي، مش لعبه، مش لعبه ابدا. تذكر قبل ان تعصي، ولا تسوى. والله والله الدنيا دي ولا تسوى. اثر من اثار بني اسرائيل، سيدنا عيسى عليه السلام كان معاه واحد من اليهود وكان معاه ثلاث ترغيفه، فراح يصلي لله سيدنا عيسى عليه السلام. فاليهودي طمع في رغيف من الثلاثه كله، سيدنا عيسى رجع فقال له هذان رغيفان، فين الثالث؟ فقال له والله ما كان الا رغيفين. فسيدنا عيسى سكت، فجاب ظبي ذبحه ثم باذن الله احياه. فالراجل بهت بهت، قال له بالذي اراك هذه الايه، من اكل الرغيف الثالث؟ مين اللي كان؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. تاكل مال النبي ومش عايز تفوق كمان. بعد كده سيدنا عيسى خده ومشوا على نهر، عبروا نهر على الميه، مشوا. الراجل بهت، قال له بالذي اراك هذه الايه، من اكل الرغيف الثالث؟ قال له والله ما كان الا رغيفين. في ناس ما بتفوقش يا جماعه، في ناس مهما بتشوف علامات وانذارات ورسائل ما بتفوقش، ما بتستيقظش، ما بتتذكرش قبل اي معصيه. سيدنا عيسى وهو ماشي معاه لقى ثلاث حتت ذهب على الارض. الراجل بص لهم وسيدنا عيسى بص لهم. تخيل انت وانت بتبص لهم كده، انت السبب في لحن النساء عن ربنا، انت السبب في 90% من الجرائم اللي تمت على وجه الارض، انت اللي خليت الاخ يقتل اخوه. الراجل بيبص لهم بطمع، هيتجنن، هيتجنن عليهم، خلاص عقله راح منه، بقى في ذهول. ثروه ونزلت علينا من السماء، بيبص لهم وبيبرق وهو مبهوت. سيدنا عيسى بص في عينيه لقى طمع الدنيا كله فيهم وعبادة الدنيا كلها فيهم. قال له قطعة لك وقطعة لي وقطعة لمن أكل الرغيف الثالث. قال له أنا اللي كلت الرغيف الثالث، أنا اللي كلت وأنت بتصلي. يا سيدنا عيسى قال له خلاص كده، خلاص اذا خذ الثلاثة ولكن لا تصاحبني. الراجل ما فكرش هو كسب ايه وخسر ايه،
المهم الفلوس كانت، بص للذهب بنظر الجنون، واحد يجري ياخده ويجري ويجري ويبعد، خد الفلوس هبقى مليونير، هبني فيلا وهعمل وجهتها رخام واكتب فيلا فلان الفلاني، هجيب عربيه احدث موديل، هتجوز اجمل واحده، اولادي اللي هخلفهم ادخلهم مدارس اجنبيه، فلوس. وهو بيجري ثلاث حراميه شافوه، ثلاثه لصوص قالوا شايفين ده معاه ذهب، ذهب وانتم مستنين ايه؟ هجموا عليه بالسيوف، انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا عايزين الذهب؟ طب خدوه هتقتلوني؟ لا انا مش عايز اموت كده يا رب، خلاص يا عيسى ابن مريم انا تبت الى الله، خلاص انا رجعت، خلاص يا رب يا رب انا مش عايز اموت كده يا رب، طب خدوا الذهب وسيبوني اعيش. خلاص قتلوا انسان وذبحوا انسان من لحمه ودم، وقعدوا جثته بتنزف مسكين الذهب وبيقصوا بيه، كل واحد مننا هياخد حته ذهب، بينا مليونيرات، هنشتري عمارات، هنشتري عربيات احدث موديل، هنتجوز كل واحد اجمل واحده يشوفها في حياته، هندخل اولادنا مدارس اجنبيه وهنعيش الدنيا. بعد كده يا جماعه قالوا عايزين ناكل، واحد قال انا اروح اجيب لكم اكل عشان نعيش بقى، وهو رايح يجيب الاكل، خلاص انا بقيت مليونير، بقى معايا حته ذهب. طب ليه حته واحده؟ ليه ما يبقوش ثلاثة؟ قصدك ايه؟ قصدك انت عارف قصدي، دول اصحابك، هيبقى معاك فلوس اكتر، وهتسكن في عمارة افخم، ويبقى العربية اكبر، ويبقى الذهب اللي معاك اكتر، وتبقى غالي اكتر، بس دول حبايبك، حبيبك هو المال، حبايبك منين؟ طب اعمل ايه؟ هتسم وسمهم وحط لهم سم في الاكل، الاتنين التانيين قاعدين يرقصوا فرحانين، صاحبنا هيجي الوقت وكل واحد ياخد حتة ذهب، واحد قال للتاني طب ليه؟ ليه ما يبقاش الذهب بتاعنا احنا لوحدنا؟ قصدك ايه؟ انت عارف قصدي كويس، ده صاحبنا، هيبقى معاك فلوس اكتر، وحمارة اكبر، وعربية افخم، وزوجة اجمل، وذهب اكتر، بس ده حبيبنا، حبيبك هو المال، حبيبتك هي الدنيا، ما تعرفش حد غيره، طب نعمل ايه؟ اول ما يجي نقتله، الراجل جاي وجاب الاكل معاه، اول ما جه هجموا عليه ايدوه، وجايين يقتلوه بالسيوف. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين حته الذهب؟ طب خدوها، خدوها بس ما تموتونيش، انا مش عايز اموت كده يا رب، انا مش عايز اقابلك كده يا رب، يا رب خلاص انا تبت يا رب، خلاص انا رجعت يا رب. خلاص قتلوه، ذبحوا انسان من لحم ودم، وسقطت الجثه الثانيه جنب الجثه الاولانيه، والاثنين بينزفوا دم، والاثنين واقفين يرقصوا بحتتين الذهب، حته الذهب، بقينا مليونيرات، هنسرق الدنيا كلها لغايه ما نبقى اغنى ناس في العالم، هنعمل كل اللي نفسنا فيه. يلا ناكل، بدأوا ياكلوا، بعد ما بدأوا ياكلوا واحد بدأ يحس بمغص، أنا تعبان، تعبان ليه؟ مالك؟ سلامتك، ألف بعد الشر عليك، أنا تعبان أنا كمان، بدأ المغص يزيد، بدأوا يرجعوا دم الاتنين قصاد بعض، هو عمل إيه؟ الأكل كان فيه سم ولا إيه؟ إحنا هنموت ولا إيه؟ لأ، ما نموتش كده، لأ، ما نقابلش ربنا كده، خلاص يا رب، خلاص، وقع الاتنين جثتين بينزفوا دم وبيرجعوا دم من بقهم من السم اللي كلوه، أربع جثث الأربعة بينزفهم، عدى سيدنا عيسى شاف أربعة مقتولين وشاف تلات حتت ذهب مرمية، يا هي دي الدنيا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الآخر عليها، ثم يدعونها فلا يأخذون منها شيئا، يا فلا يأخذون منه شيئا، يا جماعة يا جماعه الموضوع انتهى يا جماعه، ثم يدعونه فلا ياخذون منه شيئا، مش هتاخد حاجه معاك ولا تسوى، تذكر قبل ان تعصي، انا عايزك تفتكر كل معصيه عملتها، اصغر معصيه ممكن تود ورا الشمس، والله العظيم، الشاب اللي كان ماشي في الشارع ولقى بنت جميله معديه، بص لها يبص ولا لا؟ وهو بيبص، واحد بتاع عربيه كارو معدي نازل بالكرباج على الحمار نزلت على وش صاحبنا، راح للشيخ يعيط له شوف وش شكله ايه، الحمد لله ده انا كنت هتعمي، قال له يا ابني احمد ربنا ان ربنا وراك كرباج الدنيا قبل ما تشوف كرباج الاخره، يا جماعه احنا عايزين معاصي ثالثه اعدادي اللي عملناها زمان ما عدتش لو ما تبناش منها، مفيش معصيه بتعدي من غير عقوبه، مفيش معصيه بتعدي من غير عقوبه في الدنيا قبل الاخره، انا اعرف والله يا جماعه شباب كانوا بيشربوا مخدرات، وانا اعرف ثلاثة دخلوا المستشفى، مستشفى الامراض النفسية والعقلية بسبب المخدرات، انتهى من ربنا سبحانه وتعالى، كان في احد الشباب في شارع من الشوارع، وكان الشاب ده والعياذ بالله معقل للزنا، بيقع في الزنا كتير جدا، وكان شاب ايه جمال وسامة وشياكة و و و، صاحبي اللي بيحكي لي اللي من نفس الشارع بيقول شافه مرة وهو ماشي، بيقول لأهله مقطعة، وشكله تايه، وشكله كأنه اتجنن، وشكله غريب، فبيقول لهم مش ده فلان اللي كان مفيش حد في شياكته وأناقته، قالوا له اه، قال لهم ايه اللي حصل له؟ قالوا له ده اتجوز، ولما اتجوز انتقام ربنا منه، ابتلي بمرض ان هو ما يقدرش يخرج من زوجته، سبحان الله العظيم، سبحان ربنا يعافي كل مبتلى مسلم، ولكن ده شوفوا الجزاء بتاعه جه ازاي، فمره داخل على مراته وجدها بتخونه مع واحد، من كتر ثقل الموضوع على عقله اتجنن، فقد عقله والعياذ بالله، انتقام ربنا سبحانه وتعالى، انتقام ربنا من اهل المعاصي، انتقام ربنا
ربنا من اهل الذنوب يا جماعة. انا عايز اقول لك انك انت افتكر قبل ما تعصي ان السكة دي مفيش اخرها حاجة. واحد صاحبنا كان ماشي في الشارع فلقى ولد واقف مع بنته وبيتكلمه، فراح قال له بص حبيب قلبي انا اقول لك كلمة واحدة، السكة اللي انت ماشي فيها دي احنا مشينا فيها قبلك ووصلنا لاخرها وما لقناش اخرها حاجة، فرجعنا وسبناها، والله ما في اخرها حاجة، سراب كلها سراب من اولها لاخرها. الشاب اللي بيتكلم اللي بيبص مليون بنت، ما انت في الاخر هتاخد واحده بس، واللي في الحلال خد واحده بس، البنت اللي بيتكلم الف ولد ده في الاخر هتتجوز واحد بس، ان اتجوزت ربنا يزوج فتاه المسلمين، وهي في الحلال كانت هتاخد واحد بس. افتكر ان الطريق ده قبل ما تعصي، تذكر قبل ان تعصي ان الطريق ده مش اخره ما فيش حاجه، الطريق ده اخره نار نار يا جماعه. ساعه الواحد بيحس ان ايات القران في وصف عذاب الجحيم والعياذ بالله، فيها سخريه من العصاه. انت خدت حمامك النهارده، تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود، كانه بياخد دش، الدش اليومي بتاع الحميم. والمصيف تعالى، انت صيفت السنه دي، تعالى ما تصيف بقى في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم اللي هي الريح، الريح الحاره القاتله من الحر، الحميم الميه اللي بتغلي، الظل اللي هو ظل الدخان بتاع جهنم والعياذ بالله، نفس منظر اللي قاعد على البلاش، النسيم اللي طالع والميه اللي قدامه والشمسيه اللي فوقيه، بس العكس بقى، الميه بقت حميم والنسيم بقى والعياذ بالله سموم، والشمسيه بقت ظل من يحموم. انت صيفت تحس ان هي سخريه، قمه السخريه من العصاه. مش انت اللي مشيت في طريق اخره النار، مش انت اللي اخترت كده يا جماعه. مش ناقصه ظل يوم القيامه والله العظيم، مش ناقصه ظل زي اللي بيقفوا 50,000 سنه اهل الاعراف يبصوا لاهل الجنه يتجننوا، يبصوا لاهل النار قلوبهم تتخلع. 50,000 سنة ذل، مش ناقصة ذل، زي الراجل اللي جه يوم القيامة حسناته بقت فرقاه عن سيئاته سيئة واحدة بس، يعني مثلا مليون سيئة ومليون حسنة لو واحد، هيدخل النار على سيئة يعمل ايه؟ لف أرض البحشر كلها هيتجنن، لف ذل الواحد واحد، في الآخر قابل واحد ما عندوش غير حسنة واحدة، ما عملش في حياته غير حسنة، تخيلوا يا اخوانا كل الذل ده وفي الآخر يقابل الراجل ده، الراجل يقول له أنا الحسنة دي مش هعمل بيها حاجة، خدها أنت، ياخدها سبحان الله. ربنا في الاخر يقول لست اكرم بعبد مني. ولكن يا جماعه ليه الذل يوم القيامه؟ ليه نتعرض للذل يوم القيامه؟ انا عايزك تفتكر، انا عايزك تفتكر انت بتبيع الجنه بايه؟ عارفين كان في ملك زمان مثل بالامثله، وكانت بنته جميله قوي قوي، وكل ما يتقدم لها واحد يرفضه، لغايه ما تقدم لها شاب حس انه شاب كويس قوي، قال له انت اللي اختارك لبنتي، وبعد كده قال له جهز القصر بتاع بنتي، القصر اهو وهتجهزه على حسابي، خد الخدامه انزلوا هاتوا عفش، لان الخدامه هي اللي عارفه بنتي بتحب عفش شكله ايه. نزل مع الخدامه يجيب العفش، خد الخدامه هاتوا الستاير، خد الخدامه وهاتوا النجف، خد الخدامه وهاتوا السيراميك، خد الخدامه. بعد ما جه ميعاد الجواز فالملك بيقول له خلاص هتتجوز بنتي، قال له لا انا عايز اتجوز الخدامه. ازاي؟ لان هي دي اللي بيروح معاها وبيجي معاها، ما عادش بيشوف الاميره. احنا يا جماعه سيبنا الاميره وخدنا الخدامه، الاميره اللي هي الجنه والخدامه اللي هي الدنيا، احنا لان احنا قاعدين نبص للدنيا تعلقنا بالدنيا ونسينا الاميره، نسينا الملك الحقيقي في الجنه. يا جماعه يا جماعه والله ما حد له عذر، المباح عامل زي ملعب كره كبير والحرام عامل زي بركه طين، احنا سيبنا الملعب الكبير وقعدنا نزلنا في بركه الطين. ربنا احللنا كل المشروبات الا الخمره، كل الاطعمه الا لحم الخنزير، كل اشجار الجنه الا شجره واحده بس الادم. اشمعنى يا جماعه؟ ليه يا اخوانا؟ محدش له عذر، المباح هم للدنيا، ليه ناقص ربنا سبحانه وتعالى؟ تذكر قبل ان تعصي انك متراقب، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. واحد صاحبنا راح لواحد صاحبه قال له انا على فكره عرفت انك متراقب. قال له ايه؟ انت عرفت انا متراقب فعلا؟ قال له اه. قال له من امتى؟ قال له من فتره. طب ما قلتليش ليه؟ قال له انا مش عارف، ما كنتش عايز اقول لك يعني، بس انت متراقب. قال له متراقب ازاي؟ ولما لقاه مرعوب قال له انت متراقب من ربنا؟ قال له يا راجل يا راجل وقفت قلبي. قال له بقى انا لما اقول لك انك متراقب من مخلوق تخاف، ولما اقول لك انك متراقب من الخالق ما تخافش، احترس انت مراقب يا حبيب قلبي. يا جماعه يا جماعه تذكر قبل ان تعصي ان اللي بيعصي ربنا بيخسر ربنا، ممكن ينطرد، ممكن ينطرد. هو ايه اللي حول ابليس من طاووس الملائكه في العباده لقواد لكل فاجر وفاسق غير ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي خرج ادم من جنه الملذات والشهوات لارض المشقات والابتلاءات غير ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي رفع كره قوم لوط على جناح من اجنحه جبريل لغايه السماء واتخسف بهم الارض لما الملائكه سمعت نباح كلابهم وصياح ضحكتهم غير الذنوب والمعاصي؟ هو ايه اللي خلى المالتي
المليونير قارون صاحب الانترناشونال، مجموعة الشركات الانترناشونال، ايه اللي خلى قارون يتخسف به بدار الارض غير ذنوب المعاصي؟ ايه اللي خلانا في بلد اطول نهر في العالم فيها مش عارفين نشرب كوباية مية سليمة غير ذنوب المعاصي؟ ايه اللي خلى المقطم جزء منه يقع والارض تتزلزل في مصر غير ذنوب المعاصي؟ ذنوب المعاصي يا جماعة. مرة اتفرجت على يعني فيلم على النت للاعيب كوره الحكم طلع له كارت احمر، المنظر جايب لك لعيب الكوره من الصدمه وكان لسه جايب جول، من الصدمه قام حاطط ايده على ركبته وقعد ثانيه وفجاه جسمه انهار على الارض ما استحملش من القهره. اول ما اتطرد ده اتطرد من مخلوق، اتطرد من لعبه من مخلوق. امال لو واحد اتطرد بالجنه، واحد اتطرد من طريق ربنا، واحد ربنا هو اللي طرده، هو ممكن ربنا يطرد حد من الايات اللي اتزلت للقلب؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى: يا معشر الانس والجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. بره بره، لو هتعصوني في مملكتي يبقى بره، لو هتعصوني في مملكتي يبقى اطلعوا من مملكتي، هتروحوا فين؟ ملناش مكان يا رب. تذكر قبل ان تعصي لماذا تركك تعصيه. سبك تعصيه ليه؟ سبك تعصيه ليه؟ ده خذلان. لو كنت غالي عنده ما كانش سبك تعصيه زي سيدنا يوسف، ما سابوش يعصيه ابدا. تذكري قبل ان تعصي، افتكر انت بتخسر حب مين؟ حب ربنا سبحانه وتعالى. بتخسر رحمه مين؟ بتخسر الامل في مين؟ بتخسري معيه مين؟ الله الله يا جماعة، ده كفاية اسم الله معاك في حياتك، كفاية اسم الله معاك في قلبك. الله الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، الله الذي ما ذكر في ضيق إلا وسعه، الله الذي ما ذكر في كرب إلا فرجه، الله الذي ما ذكر في هم إلا أزاله، الله الذي ما ذكر في فقر إلا أغنى صاحبه، الله الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، الله الذي ما تعلق به مريض إلا شفاه، الله الذي ما تعلق به مضطر إلا آواه، الله الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه وقواه، الله الذي ما تعلق به غريق إلا نجاه، الله نخسر الله سبحانه وتعالى، الله الذي تستمطر به الرحمات، الله الذي تفرج به الكربات، الله الذي تدفع به البلاءات، الله الذي تستجلب به الحسنات، الله الذي تغفر به السيئات، الله الذي تتنزل منه العطاءات، الله الذي تستجلب به الرحمات، الله الذي قامت به الارض والسماوات. تخسري تخسر في حياتك، تخسر ربنا في حياتك، مين اللي يقدر يخسر الله؟ يبقى خسر كل حاجة، يبقى كل حاجة ضاعت منه. تذكر قبل ان تعصي، تذكر الامتحان الرهيب اللي انت داخل عليه، الامتحان الرهيب. امتحان ايه؟ امتحان الاخرة. فرق رهيب بين امتحان الدنيا وامتحان الاخرة. امتحان الدنيا اللي بيراقب عليك مخلوق، امتحان الاخرة يوم القيامة اللي بيراقب عليك الخالق هو الرقيب. امتحان الدنيا الورقة الاسئلة، ممكن يجي لك اي سؤال سؤالين في المنهج، تذكر سؤالين مهمين يجوا. انما امتحان الاخرة هتتسألي عن كل حاجة، عن عمرك، عمرك عمرك، هتتسأل عن يوم يوم في عمرك، ده حديث صحيح الترمذي، عن شبابك هتتسأل عن دقيقة دقيقة في شبابك، عن مالك هتتسأل عن شلن شلن في مالك، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمك، علمي فيما عملت فيه، هتتسأل عن آية آية سمعتها، حديث حديث سمعته، أمر أمر عرفته، نهي نهي عرفته، بقت حجة عليك خلاص. هتتسأل عن كل حاجة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. امتحان الآخرة وامتحان الدنيا، تذكر قبل ان تعصي الامتحان الرهيب، تذكر نتيجه الامتحان بتاع الاخره ايه. يا ادم في صحيح البخاري: اخرج بعث النار، وما بعث النار يا رب، من كل 1999 نسبه النجاح في الدنيا 70-80%، نسبه النجاح في امتحان الاخره 1 في 1000 يا جماعه، 1 في 1000 يا اخواتنا، 1 في 1000. حينئذ في صحيح البخاري: يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، مش قادرين يستحملوا. اول ما ظهرت النتيجه كل اترعب. تخيل انك واقف وسط 1000 واحد وتقال واحد بس اللي هينجو والباقي على النار، يحصل لك ايه؟ نتيجه الامتحان. طب والنجاح اللي بينجح؟ فرحة، الكلمة اللي انا بحس انها بتنطق من الفرحة في القرآن، حس ان كل حرف ما بينطق في الفرحة. ها ام قرأوا كتابية اني ظننت اني ملاك حسابية
فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الناس اللي فوق، الناس اللي علت، الناس اللي طلعت فوق، سبحان الملك. بحس ان الكلام كله فرحة وكله بهجة يا جماعة. طب والمكان بتاع الامتحان، بتاع امتحان الدنيا، صالة مكيفة، مراوح، تكييف، عايز كوباية مية، عايز. انما في الاخرة يوم ترجف الارض والجبال، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دي لجنة ودي لجنة. طيب مدة الامتحان بتاع الدنيا ساعتين ثلاثة وخلاص. طب امتحان الآخرة يا جماعة 50,000 سنة. ده انت لو واقف 5 دقايق في الحر في الشمس ما بتطوعش نفسك، وما 50,000 سنة في الشمس مين اللي عامل حسابهم؟ مين اللي بيستعدلهم؟ تذكر قبل ان تعصي، وتذكر قبل ان تطيع، ان كل دي دوافع للطاعة زي ما هي دوافع لترك المعصية. الامتحان الرهيب. طب اللي بيسقط بيحصل له ايه؟ اللي بيسقط بيروح في عذاب أليم، عذاب عظيم، عذاب مهين، عذاب شديد. عارف يعني عذاب شديد؟ يعني شد بعضه الى بعض، فيش منفذ، فيش مكان يهرب منه، فيش حته يروحها، خلاص اتقفلت والعياذ بالله في وشه. عارف يعني عذاب عظيم؟ احد السلف يقول لك يعني ينفذ الى العظم، النار بتخترق اللحم الى العظم. عذاب اليم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا، مش قادرين يستحملوا. عذاب مهين يعني زي ما هو عذاب للجسد، عذاب للنفس، عذاب اهانه والعياذ بالله. طب الدور التاني، اول طلب بيطلبه اللي بيموت على معصيه عارفين ايه؟ بيقول رب ارجعون، عايز دور تاني يا رب. امتحانات الدنيا كان فيها دور تاني يا رب؟ كلا. اول حاجة بتنفجر في وشه، مفيش دور تاني في الامتحان ده، الامتحان ده مفيش فيه دور تاني يا جماعة. الامتحان طب عدد اللي بيمتحنوا في اللجنة، في الدنيا عدد الدفعة، في الاخرة مليارات عدد البشرية كلها. تذكر الامتحان الرهيب، تذكر قبل ان تعصي، تذكروا قبل ان تعصي يا جماعة. افتكروا كويس قوي زي صاحب الجنتين اللي صاحبه قاعد يدعوه في اول سورة الكهف ويدعوه للتوحيد، ويدعوه انه ما يكفرش بالله وما يجحدش نعم ربنا سبحانه وتعالى، مرضاش واشرك بالله، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. بعد على طول يوم حصل ايه؟ فاصبح يقلب كفيه. اللي بيدعي ربنا بيعمل كده مستني خير، انما اللي بيقلب كفيه ايديه الاتنين فاضيه على بعض، يعني كل حاجه ضاعت. عكس حركه الدعاء، يقلب كفيه ليه؟ كل حاجه ضاعت. يعني هو احنا مش هنفوق الا لما كل حاجه تضيع؟ مش هنفوق الا لما كل حاجه تنتهي؟ مش هنفوق الا لما كل حاجه تروح مننا؟ من الحاجات اللي الواحد ما ينساهاش لما واحد في محطه بنزين وحد ولع عود كبريت او ولع ولاعه او حاجه، النار مسكت فيه الراجل، النار مسكت في جسمه، الراجل طلع يجري، طلع يجري في اي حته والناس تجري وراه تحاول تطفي فيه باي طريقه. قلت سبحان الله، ده صدر ده في الدنيا لقى مكان يجري فيه، لقى حد يطفيه، انما في جهنم مين اللي هيجري فيه؟ هيروح فين؟ ما كل ناحيه نار، في جهنم كل ناحيه نار، وفي جهنم هيعمل ايه؟ ومين اللي هيطفي النار؟ ده بيزودوها عليه، ده بيوقدوها عليه اكتر والعياذ بالله. يا جماعه عايزين نفوق، يا جماعه عايزين نفوق يا اخواننا. ده الرسول لما بيشبه الدنيا بجناح بعوضه، افتكر ان الدنيا جناح بعوضه. جناح البعوضه اكبر ميزه فيه عارفين ايه؟ انا يعني ممكن اتكلمنا قبل كده عن مزايا جناح البعوضه، انما في ميزه غريبه جدا، ان جناح البعوضه غير جناح الفراشه مثلا. جناح الفراشه له شكل والوان، جناح البعوضه مفيش حاجه شفاف، لا شكل ولا منظر. يعني الدنيا دي ولا الدنيا دي فتنت اللي ما هوش عارف ان عامل حقيقي، ما قراش عن السعاده الحقيقيه والجمال الحقيقي اللي في القران. هو ده اللي اتفتن بس بجناح البعوضه اللي ملوش اي شكل ومنظر. تذكر قبل ان تعصي. مين هم اهل النار؟ عارفين مين هم اهل النار يا جماعه؟ يا جماعه اهل النار هم الاغبياء بس، الاغبياء اللي ما بيفهموش، هو ده اللي بيدخل جهنم. ليه؟ في الدنيا انت بتاخد كذا شهر عشان تدخل الامتحان بتاع الدنيا، انما في الاخره انت تاخد 30 40 سنه تذاكر. وكمان ايه ده؟ هم والامتحان كله 3 اسئله والسؤال كلمتين، من ربك وما دينك ومن نبيك. والاسئله يا سيدي في الدنيا يقول لك الاسئله متسربه، الاسئله واصله لنا، والاجابات كمان معروفه، الاجابات النموذجيه، واخدين كمان موديل بالاجابات النموذجيه. وبعد كده ما تجاوبش يبقى اللي هيبقى غبي بقى، غبي يا جماعه، مش هتفهم، مش راضي يفهم، مش راضي يعقل عن الله سبحانه وتعالى. مين هم اهل النار كمان؟ عارفين مين؟ ضعيف الشخصيه، اللي ملوش شخصيه، اللي ما عندوش شخصيه، اللي ما عندوش عزيمه في دين ربنا سبحانه وتعالى. كلمه لسيدنا عمر عايزك تحطيها حلقه في قلبك، عايزك تحطها حلقه في قلبك، بيقول يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا لا. يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف، لو حد عايز يضحك عليه، حد عايز يضيعه، ان يقول بملء فيه لا، يواجه ويقول لا. انا عايزك تقول لا لبتوع الفضائيات وبتوع المواقع وبتوع القنوات وبتوع الصور والمجلات، انا عايزك تقول لا لكل فتنه في حياتك، انا عايزك تقولي لا.
انا التوصية بتاعتي ان احنا نقول لا يا جماعة، لا بملء فينا، لا مش هنستدرك، مش هنضيع، مش هنمشي ورا حد يودينا جهنم، لا دي خطة خصف اللي بتحصل للشباب الوقت دي، واحنا هنقول بملء فينا لا يا جماعة، لا وقف لها. تذكر قبل ان تعصي، تذكر قبل ان تعصي هتروح فين وبتخسر ايه وبتخسر مين، الله وحب الله ومعية الله، وبتضيع ايه؟ بتضيع الجنة، تودي نفسك فين؟ النار. تذكر ان المعصية دي كلها محسوب عليك وعقوبتها في الدنيا قبل الاخرة. تذكر ان الطريق ده مفيش اخره حاجة، اخره جهنم بس والعياذ بالله. تذكر ان النار معدودة للاغبياء واللي ما قدروش يقولوا لا. النار مكان اللي ما قدرش يقول لا، اللي عاجز قدام الشهوات ما قدرش يقول لا، اللي عجزت قدام الفتن ما قدرتش تقول لا، اللي عجز قدام الشيطان لما مدله ايده وقال له تعالى وما قدرش يقول له لا، قول لا من الوقت، قول لا من الوقت عشان ما تلاقيش نفسك من اهل النار والعياذ بالله. هنوصي بيه يا جماعة؟ عايزين نشحن قلوبنا يا جماعة. انا بوصيكم بالله علي اخوانا، عايز اسمعوا شرايط يا جماعة، اسمعوا شرايط وعظية. انا ايام الكلية ما كنت بسمع شرايط كتير، كانت الحاجات دي بتخلي قلب الواحد زي البركان بالظبط، واحد كان هيبقى في درجة حماس مشحون مشحون يا جماعة. عايزين نتشحن ايمانيا بقى. والحاجة اللي بذكركم بها قول الله سبحانه وتعالى، امن هو قانت، قانت واقف مكسور اناء الليل، مش واقف ربع ساعة ونص راح، لا ولا صدق ان التراويح تخلص، لا ده طوفان مشاعر جوه قلبه مش قادر يسيب من ايدين ربنا، مش قادر مش قادر. امن هو قانت اناء الليل فيضم مشاعر جوه قلبه ساجدا وقائما، ينزل يقرب من ربنا قوي، اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، يتشحن بالقرب من الله، وبعد كده يطلع يصلي، بعد كده ينزل يتشحن ويطلع يصلي، يحضر الاخره واقف مرعوب برب النار ومن القبر ومن العذاب ومن الحساب، مرعوب مرعوب من عدم القبول، من حبوط العمل، مرعوب من عدم الثبات، ويرجو رحمه ربه، هيموت على الجنه جوه قلبه شوق لو توزع على اهل الارض كلهم يفيض من كتر شوق الى الجنة، يحضر الاخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وده العلم، انما يتذكر اولو الالباب، اولو القلوب الحية اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر، اللي قلوبهم دي فيضانات مشاعر تجاه ربنا وتجاه الدين، هم دول يا جماعة، هم دول اللي بيوصلوا. عايزين نبقى من دول، عايزين نبقى من من هو قانت اناء الليل ساجد وقائم، يحضر الاخره ويرجو رحمه رب. عايزين نبقى من اولي الالباب يا شباب، عايزين نتوب لربنا. تذكر قبل ان تعصي كل اللي انا قلته له. واهم حاجه، يعجبني الرجل اذا سيم خطه خصف ان يقول بملء فيه لا، اللي مش هيقدر يقول لا انتوا عارفين هو هيروح على فين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اغثنا، اغث قلوبنا بالايمان، اغث قلوبنا بالايمان. اللهم اهدنا، اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، اللهم افتح على قلوبنا، اللهم استعملنا في كل ساعة من اعمارنا في طاعتك، اللهم عطاءك، اللهم فتحك، اللهم مددك، اللهم عونك، اللهم فرجك، اللهم فرجك الواسع العظيم، اللهم فرج كرب كل مكروب مسلم، واشف كل مريض مسلم، واغفر لكل مؤمن ومؤمنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.